اهلا بيك في قناة بي تي بالعربي، ولو دي اول مرة تشوف القناة اهلا بيك في بيتك التاني. مكملين كلام عن مواد سنة اولى والطرق الفعالة لمذاكرتها، لان هدفي مش بس انك تذاكر كتير، هدفي انك تستمتع بالمذاكرة وانك تكون طالب سنة اولى مختلف عن كل الطلاب داخل الكلية، عارف عليك مواد ايه وعارف هتعمل ايه بالظبط. تعالوا نبدأ الفيديو بسؤال، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بالظبط كده، قاعد ماسك الفون والفيديو بتاعي نزل قدامك او دخلت القناة علشان تشوف، وده من حسن حظي طبعا. طيب ما سألتش نفسك في مرة ازاي جسمي مستوعب وعقلي فاهم كل كلمة بتتقال ومخليني متابع معاكي ثانية بثانية؟ تعالوا نفهم مع بعض. عينك اللي بتشوف الفيديو ده وودنك اللي بتسمعه بتحول المعلومات اللي هي اخدتها لإشارات كهربية، ممكن كمان اسميها نبضات عصبية، علشان هي بتتنقل في الاعصاب اللي متصلة بين العين او الودن والمخ. بعدين المخ بياخد المعلومات دي ويعمل لها بروسيسنج او معالجة بحيث انه يفهم كل تفصيلة صغيرة حاصلة في الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. طيب فلنفرض ان الفيديو عجبك وعايز تحرك صباعك علشان تعمل لنا لايك وسبسكرايب، ده بيحصل ازاي؟ بيبعت المخ اشارات للعضلات بتاعه الايد بيقول لها ان اتحركي بالمنظر ده علشان تعرفي تعملي الوظيفه المطلوبه منك. طيب بما ان العضله عشان تعمل شغلها محتاجه طاقه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بكل بساطة ان كمية الدم اللي رايحة العضلة هتزيد، وبالتالي كمية الـ RBCs او كمية كرات الدم الحمراء اللي شايلة كمية اكسجين كفاية ان هي تساعد العضلة تطلع كمية طاقة مناسبة تعمل بيها شغلها. بس يا سيدي هو ده الفسيولوجي. تعالوا نلخص كل الكلام اللي فات. الفسيولوجي اصلا معناه ايه بالعربي؟ معناه علم وظائف الاعضاء، وبالتالي من الاسم هو بيدرس وظيفة كل عضو بالتفاصيل. والجميل كمان في الفسيولوجي إنها مادة بتستهدف كل أجهزة الجسم. طيب بما إن الموضوع باين عليه كبير، أذاكرها إزاي؟ هنذاكرها مع بعض بطريقة الأربعة W، وفعلاً خسر كتير اللي ما يعرفش الطريقة دي. ويا ترى إيه هي الطريقة دي واتسمت كده ليه أصلاً؟ اتسمت كده علشان هي الطريقة مكونة من أربع كلمات فيهم الحرف W. الكلمة الأولى هي what، أو إن أنت تعرف أنت بتدرس إيه، أو لو الحاجة دي لها تعريف إن أنت تفهمه كويس جدا. تاني كلمة هي where، أو فين، يعني الحاجة اللي أنت بتدرسها دي موجودة فين بالظبط. تالت كلمة هي why، أو ليه، يعني لو أنت بتدرس عضو يبقى why معناها فايدته إيه، ولو بتدرس ظاهرة فهي بتحصل ليه، لان اكيد ربنا ما خلقش حاجه كده وخلاص، كل حاجه ليها فايده، والجزء ده هو اصلا اللي مبني عليه الفسيولوجي. اخر كلمه هي هاو، او الحاجه دي حصلت ازاي، وده الجزء اللي خدمنا بيه الفسيولوجي وعرفنا خطوات وظيفه كل عضو. يبقى ايه هم الاربع كلمات؟ وات، وير، واي، اند هاو. ما فهمتش برضو، يعني قصدك ايه؟ كلنا بنشوف المنظر ده في الجيم. طيب ندخل شوية في الفسيولوجي وأعرف إزاي أنا بقدر أشيل الدمبل أو الوزن ده، أو بمعنى أصح أدرس ظاهرة الانقباض العضلي أو الماسل كونتراكشن. نمشي بالترتيب اللي اتفقنا عليه. أول سؤال هنسأله لنفسنا هو إيه؟ هو what، أو يعني إيه انقباض عضلي؟ ببساطة انقباض عضلي معناه إن العضلة بتقصر علشان تعرف تشد العظمتين على بعض، وبالتالي أنا أقدر بسهولة إني أرفع أي وزن أنا عايز أشيله. ومن خلال التعريف البسيط خالص ده عرفنا نجاوب على السؤالين اللي بعد كده. سؤال where، أو الظاهرة دي بتحصل فين، قلنا إن العضلة هي اللي بتقصر. وسؤال when، بتقصر لما عاوز أشيل حاجة تقيلة سواء كان دمبل أو غيره، وأي اكسرسايز أو أي اكتيفيتي، أي نشاط أنت بتعمله في حياتك اليومية من أول المشي لحد بس أنك ترفع دراعك، كل ده بحتك في انقباض عضلي. طيب تعال نشوف العضلة من زاوية قريبة شوية، شكلها مألوف مش كده؟ تعالوا ندخل جوه العضلة خالص لحد ما نوصل لأصغر وحدة فيها. القطعة العضلية أو الساكرومير هي أصغر جزء من العضلة، وتسمى وحدة الانقباض العضلي، وتسمت كده علشان هي أصغر جزء في العضلة بينقبض، والعضلة على بعضها عبارة عن شوية أجزاء من القطع العضلية، أو يعني قطع عضلية كتير محصلة انقباضهم كلهم هي انقباض العضلة.
تعال نكبر جزء كده من أجزاء القطع العضلية علشان نفهم إيه مكوناتها بشكل أوضح وطريقة أفضل. قبل ما تاخد فيسيولوجي أنت كنت عارف إن مكوناتها نوعين من البروتين، أكتين واللي بيمثلوا الكرات البيضاء اللي هنا، ومايوسين أو مايوسين زي ما بنسمعها وبتمثلها الخطوط الصفراء. لكن في نوعين كمان بروتين أنت يمكن ما سمعتش عنهم قبل كده. الأول هو تروبونين أو ممكن تسمعه تروبونين، وده بيمثله الجزء الأحمر الكبير ده، واللي بعده تروبوميوسين وهو اللي بيمثله بقية الخط الأحمر. علشان مفيش حاجة بتتخلق كده وخلاص، تعالى نعرف فايدتهم ايه. علشان نفهم فايدتهم كويس لازم نسأل نفسنا سؤال واحد، هو ايه اللي المفروض يحصل للقطع العضلية دي عشان يحصل فيها انقباض؟ بكل سهولة ان خيوط الميوسين تتزحلق على خيوط الأكتين، يعني بالظبط تدخل لجوه، فبالتالي الطول بتاع العضلة يقصر ويحصل الانقباض. طيب ايه لازمة التروبونين والتروبوميوسين؟ اولا عشان الانقباض العضلي يحصل لازم يجي لنا امر من الجهاز العصبي للعضلة دي بالانقباض، واول ما بتوصل الاشارة العصبية للعضلة بتطلع مادة الاسيتايل كولين اللي بتغير لي في تركيز شوية ايونات زي الصوديوم والبوتاسيوم، بتعملي عملية ديبولاريزيشن. العملية دي مهمة لأنها بتحفز الساركوبلازميك ريتيكولم أو الشبكة الساركوبلازمية، ودي شبكة مهمة خالص موجودة جوه العضلة، أهميتها إنها بتخزن كالسيوم. فلما بتحصل العملية دي بتحفزها إن هي تطلع كمية كالسيوم كفاية للعضلة، وده الوقت المناسب إننا نعرف أهمية التروبونين والتروبوميوسين. أو زي ما أنتم ملاحظين إن التروبوميوسين عبارة عن خط وفي كل شوية انتفاخات، هي دي اسمها التروبونين، فممكن أسميها تروبونين تروبوميوسين كومبلكس. بمجرد توفر الكالسيوم بكمية كافية بيرتبط بالتروبونين اللي بيشتغل كعامل بيثير التروبوميوسين بحيث انه يتحرك ويسيب الاكتيف سايت، وبالتالي يمسك الميوسين في الاكتين ويحصل المسل كونتراكشن. واكيد طبعا ما نقدرش ننسى ان العمليه دي بتحتاج ATP، واللي كلنا عارفين ان هي عمله الطاقه في الخليه. وبكده نكون جاوبنا على السؤال الرابع اللي هو how، او الظاهره دي بتحصل ازاي. وبكده نكون خلصنا طريقه الاربعه W. سهله مش كده؟ اتمنى الطريقه تكون مفيده. ما تنساش لايك سبسكرايب اند شير لصاحبك اللي بيكره الفسيولوجي، وقول الفسيولوجي سهل. ميرسي جدا لوقتك. باي باي.